مساء الخير، حلقة جديدة من سوريا اليوم، وفيها مساع دبلوماسية في الأردن لوقف إطلاق النار في غزة والتطورات الميدانية العسكرية وتداعياتها. في محورنا الأول، الولايات المتحدة توفد وزير خارجيتها إلى المنطقة للمرة الثانية منذ بدء الحرب على غزة. الوزير بلينكين وصل إلى العاصمة الأردنية واجتمع بوزراء خارجية كل من السعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن. هذا الاجتماع يأتي في ظل تصاعد الحرب في غزة وتخوف واشنطن من توسعها إقليميا، ويعكس رغبة البيت الأبيض في كبح جماحها والوصول إلى وقف لإطلاق نار قد يمهد لتسوية بقية الملفات كقضية الرهائن والمساعدات وحتى ترتيبات ما بعد الحرب على غزة. في محورنا الثاني، نقف عند آخر التطورات الميدانية للحرب على غزة، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية لليوم 29 محاولا التوغل البري داخل القطاع ومن عدة محاور، في الوقت الذي تدور فيه اشتباكات عنيفة بين كتائب القسام وقوات الاحتلال في عدة مناطق في القطاع. انطلق في العاصمة الأردنية عمان اجتماع يضم 5 وزراء خارجية عرب إلى جانب أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ووزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين، ويبحث المجتمعون الأوضاع في قطاع غزة. تضع الحرب على غزة المنطقة على فوهة بركان كبير اقتربت حممه من أن تطول مختلف دولها التي بادرت بخطوات متسارعة لإيقاف ما يجري خوفا من مجهول قادم بعدما لامست النيران إطارها الأوسع. وفي ظل المساعي العربية والأممية لوضع حد ولو مؤقت لما يجري في غزة، يجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع وزراء خارجية كل من السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة الأردنية عمان لوقف الحرب الإسرائيلية وما تسببه من كارثة إنسانية. يسعى الوزير الأمريكي على ما يبدو لضبط الأمور وتوسيعها بالسبل السياسية بشكل أكبر، وينقل مخاوف بلاده من توسع الصراع في المنطقة واحتمال تعرض القوات الأمريكية في الشرق الأوسط لهجمات مرتبطة بما يحدث في غزة، مع التأكيد على الجهود الرامية لحماية الأمريكيين والعمل على تأمين إفراج فوري للرهائن وسعي لوقف العمليات العسكرية في القطاع. تحركات أمريكية ردها مراقبون لما تتعرض له واشنطن من ضغوط بحسب ما كشفته مجلة فورن بوليسي التي حصلت على رسالة وقع عليها مئات من مسؤولي الوكالة الدولية للتنمية الأمريكية تدعو إدارة جو بايدن إلى الضغط لإيقاف فوري لإطلاق النار ووقف الأعمال العدائية. اجتماع عربي أمريكي سبقه رفض إسرائيلي لهدنة مؤقتة لإيصال المساعدات وإخراج بعض الرعايا الأجانب والمصابين من غزة، ما يضع الأطراف المعنية أمام خيارات جديدة ليس أقلها سحب السفراء وقطع العلاقات على ما يبدو. لمناقشة الموضوع نرحب بضيفينا هشام قاسم عضو قيادة حركة حماس في الخارج معنا من اسطنبول، وعمر العياصرة النائب في البرلمان الأردني من عمان. مرحبا بكما. أستاذ عمر، بعد الاجتماع وزراء الخارجية العرب عدد منهم أعلن أو يعني طالب بوقف إطلاق النار، وهذا كان العنوان الذي يعني سبق الاجتماع، أن الاجتماع هدفه بحث وقف إطلاق النار، لكن يبدو أن بلينكين لم يوافق على ذلك حسب تصريحاته الأخيرة. إلى ما أفضى الاجتماع وهل حقق أي نجاح؟ يعني أنا بتقديري الاجتماع لم يفضي إلى ما أراده وزراء الخارجية العرب، بمعنى أن
وزير الخارجية الأمريكي في المؤتمر الختامي في المؤتمر الصحفي أصر على موقفه الذي كان في بداية الحرب، حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بل أضاف اليوم مصطلح جديد، قال من واجبها أن تدافع على نفسها، جرم حماس واعتبرها إرهابية. تحدث، لم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد ولا أي إشارة لقصة وقف إطلاق النار. تحدث عن هدنة إنسانية، قال أنه تحدث مع الحكومة الإسرائيلية عن بعض الإشارات وبعض الأمور، ويعني حسب معلوماتنا وما رشح أن هناك حديث بين الأمريكان والإسرائيليين عن تقسيم زماني ومكاني لقصة الهدنة، بمعنى أنه يصبح هدنة مثلا في جباليا لدخول المساعدات، بينما لا ينطبق ذلك مثلا على خان يونس، وبعد ذلك ينتقل الأمر لخان يونس لغايات، بمعنى أن المسألة لم تسفر ولم يستطع وزراء الخارجية العرب أن يذهبوا أو أن يخلقوا عند الأمريكان أي اتجاه باتجاه وقف إطلاق النار. لكن بالمحصلة موقف وزراء الخارجية العرب أنا بتقديري أنه كان جيدا، ربما مرة أخرى يؤكد على تآكل الدعم الذي تحدث به الأمريكان مع الإسرائيليين، وجزء منه الضغط العربي. وفي يعني إذا تابعت المؤتمر الصحفي، أيمن الصفدي كان ختم المؤتمر الصحفي بعبارات أنا اعتبرتها كانت جيدة وشديدة اللهجة مع الأمريكان. لكن اللي أنا بفهمه أنه بلينكين جاء إلى المنطقة ليعدل الأوتار فيما يتعلق بالأداء الإسرائيلي في المعركة، ليعطيهم مزيد من الوقت ومزيد من الغطاء ليمارسوا عدوانهم على يعني لم غزة. يأتي بغرض النتيجة يعني ربما التوافق أستطيع أن أقول أنها أقرب إلى الصفرية، لم تحقق شيء. فشل الاجتماع إذن. لا، هو جاء إلى إسرائيل، لم يأتي، هو جاء إلى إسرائيل، هو جاء مرة أخرى ليؤكد دعمه لإسرائيل، ليؤكد على أن القصة الإنسانية بدأت تتفاعل في العالم، عليكم ضبط إيقاعكم. ربما اطمأن وعدل في بعض الإجراءات الإسرائيلية، ربما تحدث عن العملية العسكرية، بمعنى أنه جاء مرة أخرى ليطمأن على الربيبة إسرائيل في هذه المسألة. زيارته لحديثه مع وزراء الخارجية العرب حاول أن يؤكد مرة أخرى على ضرورة أن لا يمتد النزاع إلى البعد الإقليمي، أن يبقى في إطار الحالة الغزاوية الحمساوية، أن لا يذهب أكثر من ذلك، وتحدث في ذلك في المؤتمر الصحفي. أنا بتقديري أنه يعني النتيجة أنه جاء ليؤكد مرة على العدوان، ليعطيه دفعة وصيغة أخرى، تعديل أوتار ليس أكثر من ذلك. نتيجة اجتماعه مع وزراء الخارجية العرب كان صفري ولم يؤثر في الموقف الأمريكي، بل الأمريكيين متصلبون في ذلك ومتشددون، وعلى ما يبدو أنهم داعمون لإسرائيل لأبعد مدى. أستاذ هشام، كيف تنظر حركة حماس إلى مواقف الدول العربية؟ يا سيدي الله يعطيكم العافية، مساء الخير لكم ولضيفكم الكريم وللجمهور. الحقيقة أنه نحن في حركة حماس لم نكن نتوقع من هذا الوزير اليهودي الأمريكي كما عرف نفسه في أول زيارة لنتنياهو، لم نكن نتوقع منه أن يأتي بجديد، وكان من الواضح لدينا أن زيارة نتنياهو بلينكين لنتنياهو وللكيان الصهيوني، ومن بعدها زيارته أو اجتماعه بوزراء الخارجية العرب شكل من أشكال في سياقين. الأول، محاولة تجميل هذا العدوان الإسرائيلي النازي على شعبنا في غزة، باعتبار أنه هو في أول كلمة يعني يقولها دائما أنه هذا من حق إسرائيل، وكما أشار ضيفكم في هذه المرة قال بل من واجب إسرائيل أن تدافع على نفسها، فهو جاء ليضع الموضوع في سياق كأنه حقوقي. المسألة الثانية أنه هو جاء ليقول أنه إذا كانت القصة قصة إنسانية فنحن نحاول أن نجد علاجات أو يعني مسارات تخفف من الموضوع الإنساني، وهذا شكل من أشكال أظن برضو محاولة حرف القصة عن حقيقتها. منطلق القصة منطلق متعلق بشعب يتوق إلى الحرية ويسعى نحو الحرية. المشكلة دائما في العدو الصهيوني ومن خلفه هذا الراعي الأمريكي المتغطرس أنه لا يجد من يعيد الموضوع إلى نصابه، وهو أن المشكلة تكمن في أصل الاحتلال. وجود الاحتلال اليوم على أرض فلسطين في المنطقة العربية في قلب هذه الأمة العربية هو أصل المشكلة. وأظن أن مواقف التي عبر عنها اليوم الوزراء الخارجية العرب وعلى الأخص الوزير الصفدي
أظن أنه كان موقفا إيجابيا في سياق تأكيده على أهمية وقف العدوان، وعلى أن ما كل ما يصنعه العدو الصهيوني غير مبرر ويجب أن يتوقف. هذا شيء جيد، ولكن اسمح لي في هذه الملاحظة في هذه العجالة أن أقول، كيف لبلينكين أن يتجاوب مع أي ضغط أو موقف تمارسه الدول العربية في مواجهة بلينكين، وهي لم تقم على ممارسة ضغوط حقيقية على العدو الصهيوني؟ الذين اجتمعوا مع بلينكين الأردن ومصر والإمارات لها علاقات مباشرة، وسفراء موجودون على أرضها ولهم سفراء للعدو عندهم، لم يتخذوا باستثناء الأردن الذي استدعى سفيره، ولم يهدد بقطع العلاقات، وكذلك هذه الدول نحن لم نهدد بقطع العلاقات. المسألة الثانية، معلش يا سيدي، كثير من الدول العربية كثيرا ما لجأت إلى مسيرات ومظاهرات حاشدة من أجل قضايا داخلية الحكومة تقوم على رعايتها لمناسبات داخلية أو من أجل التفويض والانتخابات. إذا كان هذا الموقف الحقيقي، يجب أن يشعر العدو الأمريكي والصهيوني بأن مصالحهم الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية مهددة في دولنا العربية. لماذا يجب أن يقتل الفلسطيني ونكتفي نحن بالجلسات مع فلان وعلان دون أن نتخذ إجراءات حقيقية؟ نحن نثمن هذا الموقف الرافض للعدوان والداعي إلى فتح الممرات أو فتح الحدود المعابر لإدخالها، والرافض للتهجير مطلوب، ولكن من أجل أن يقف العدوان مطلوب مواقف أكثر حدة وقوة في مواجهة هذا العدو الأمريكي. نحن رأينا بلينكين لا يستحيي في عمان عاصمة الأردن وفي وجود كل وزراء الخارجية أن يدافع عن موقف إسرائيلي بغيض ليقول أن هذا يعني من حقه. أستاذ هشام، حتى لو لم نختلف على هذا يعني عن الدعم الأمريكي للعدوان الإسرائيلي، لكن أستاذ هشام الآن يعني ما هي الخيارات أمام حركة حماس؟ ما هو السيناريو الواقعي الذي يعني يمكن أن يقبل عليه القطاع في ظل هذا الدعم، استمرار هذا الدعم الغربي والأمريكي بشكل خاص للقوات الإسرائيلية؟ يا سيدي، احنا نواجه امريكا واسرائيل ليس من اليوم. نحن كشعب فلسطيني خياراتنا واضحه اليوم، ليس امام شعبنا الا الصمود، لكن الكلفه الانسانيه باهظه استاذ هشام. يا سيدي صحيح، وهذا مما يؤلم قادتنا وكتائبنا وقياده الحركه وكل مسلم فضلا عن يكون فلسطيني، لانه الذين يستشهدون ابنائنا واخواننا وعمومتنا وعوائلنا. ولكن احنا لم نخرج من اجل مطلب، احنا لسنا حركه حقوقيه نطالب بنريد ماء او غذاء. حتى في الخطاب الرئيسي الذي اطلق سواء من قبل الاخ ابو خالد الضيف في بدايه عمليه طوفان الاقصى او من قائد الحركه الاخ ابو العبد هنيه، كان الحديث واضحا، نحن نتكلم عن شعب يتوق الى حريته، نحن نريد حريتنا. لكن يعني هناك واضح استاذ هشام، يعني تعلمون فرق موازين القوه في القوه العسكريه، وتعلمون دعم الولايات المتحده كما قلت مسبقا لاسرائيل، وبالتالي يفترض ان الحركه كانت يعني تتوقع ما ستؤول اليه الامور. يا سيدي، نحن نتوقع هذا العدوان، لا نتوقع من العدو الا هذا العدوان ولا هذا الاجرام، وهذا ليس جديدا في 2014 وفي 2012 وفي 2008 ومن بعدها في سيف القدس. نحن نتوقع هذا العدوان، ولكن هل نستسلم لهذا العدوان؟ المطلوب الذي نتوقعه ان تكون مواقف اشقائنا العرب ايضا وفي الدول العربيه والاسلاميه تتجاوز حدود الكلام اللفظي والتضامن اللفظي، تتجاوز الفعل الذي يشعر الأمريكي والصهيوني بأن مصالحهم في المنطقة مهددة. طيب دعني أنقل هذه النقطة لأستاذ عمر. أستاذ عمر، يعني ما يقول ضيفنا أن الدول العربية صحيح لديها مواقف داعمة للحق الفلسطيني، لكنها لم تمارس ضغطا كافيا من أجل يعني الوصول إلى توافق مع الولايات المتحدة. يعني خلينا كمان نهمس بأذن حماس علنا، يعني حتى نفهم الأمور كما هي. النظام الرسمي العربي لن يضغط أكثر من ذلك، لن يفعل أكثر من ذلك. خلينا زي ما بيحكوها الروح للعنب ولا شنقات للناطور، هذا هو واقع الأمر. كما أن حسن نصر الله بالأمس
كأنه أشر على أن الحرب لن تمتد ولن تخرج في إطار الحالة الفلسطينية. يعني بمعنى اليوم على حماس أن تدرك كل هذه المعطيات. يبقى الرهان على الشارع والضفة الغربية. يعني الضفة الغربية اليوم كان لها في المؤتمر الصحفي الوزارة خارجية العرب مع بلينكين يعني حجم ومساحة كبيرة، وبعتقد أنه قيل فيها الكثير في الحوار الذي جرى بين بلينكين وبين الوزراء الخارجية العرب. وحسب معلوماتي أن هناك ضغط كبير كان باتجاه أن الممارسات الإسرائيلية والمستوطنين ممكن يفجر الضفة الغربية. كل هذه المعطيات اليوم أمامك، لا تطلب من نظام رسمي عربي يقوم بدوره كما هو، يعني كوبي بيست، حرب الـ14، حرب الـ12، حرب الـ8، ما جرى في سوريا، ما يجري في ليبيا، ما يجري في السودان، ما جرى في العراق. النظام الرسمي العربي يظهر عجزه ويظهر انكفاءه بهذه الطريقة. ولا أدري ماذا يقال بالغرف المغلقة أيضا، ربما يعني هناك دول لا ترغب ببقاء حماس ولا تريد أن تبقى غزة في دائرة الصراع، جزء من الصراع مع إسرائيل، وربما لا يريدون الإصبع الإيراني موجود. هناك أشياء كثير ربما تقال أيضا في الغرف المغلقة. لكن طيب، اليوم نستطيع أن نقول أن أمريكا تمارس دور الداعم الحقيقي لإسرائيل، تقف في الزاوية، تدير ظهرها عما تفعله إسرائيل. بالعكس، اليوم أمريكا استدارت وقررت أن تنظف وراء إسرائيل، تحاول أن تلملم وتعدل الأوتار فيما يتعلق بالجانب الإنساني. كأن هناك قناعة بأنها حرب ممتدة. وأنا متأكد أن بلينكين تحدث مع وزراء خارجية العرب عن مرحلة ما بعد الحرب، مرحلة ما بعد حماس، مرحلة من سيدير القطاع. بمعنى أن الأمريكان ينظرون لهذه الحرب على أنه مشروع وجزء من المقاربة. هذا طيب الذي يعني يجب أن نعيه وأن يعيه الجميع. صحيح أن يعني الميدان وحماس هي التي ستحدد معادلة المعركة له. يعني كلامك هذا وكأنه يعني يشبه قراءة قول بأن الولايات المتحدة ماضية وتريد أن تذهب إسرائيل حتى النهاية في القضاء على حماس، وفي مقابل ذلك تقول هذه القراءة ربما تقنع يعني ربما بعد الحرب يتم إزاحة الحكومة اليمينية المتطرفة في مقابل حكومة أقل تطرفا، ربما تكون يسارية، ربما يعني تحاول الولايات المتحدة إقناع الدول العربية بذلك. هل هذا ممكن؟ أمريكا لديها مشروع. ليست القصة مجرد واقعة. حرب، إسرائيل وأمريكا أعلنوا الحرب، وأمريكا حينما تأتي ببوارجها إلى المنطقة وتأتي بجندها وتتحدث بالأمس عن وجود طائرات مسيرة موجودة في سماء غزة، وتتحدث عن وجود قوات نخبة وقوات تتعلق بالرهائن، وحينما أشار حسن نصر الله بوضوح، هددوه، قالوا له إذا تدخلت سنضربك، هددوه، قالوا إذا تدخلت سنضرب إيران راعيتك الرئيسية. واضح أن الأمريكان جايين بزخم. وإذا اليوم بس المقطع اللي حكى فيه بلينكين عما جرى في 17 في 7 أكتوبر وصفه وصفا يعني عاطفيا شاعريا على أنه مذبحة للإسرائيليين، متناسى ما يجري بعد ذلك في غزة. إذن علينا أن نفهم كيفية العقلية الأمريكية، ثم حجم الضغط العربي، ثم الشارع العربي. أين الشارع العربي؟ هذه التظاهرات التي يتحدث عنها البعض خجولة، لا ترقى إلى مستوى أن تضغط على الأنظمة السياسية بأن تتصرف وأن تشعر الأمريكي بالخطر. لذلك كل هذه المعادلة اليوم موجودة على الطاولة. وباعتقادي الأخطر من ذلك والذي يجب أن تعيه حماس، أن إسرائيل تجاوزت قصة وعقدة الخسائر حينما تخسر في 5 ساعات 1400 قتيل. بتقديري أنها تجاوزت هذه العقدة، ربما تستطيع أن تقدم مزيد من الخسائر. بمعنى قصة عقدة الحرب القصيرة وإلى آخره. اليوم يتحدث سوميتريش عن أن أمريكا يجب أن تدفع أكثر لحماية الاقتصاد الإسرائيلي. واضح جدا أن القصة مشروع، ليست حرب تكتيكية ولا مرحلة. وللأسف النظام الرسمي العربي هذا وضعه عاجز، بدك تحكي عنه عاجز، بدك تشتمه حر أنت، بالنهاية هذا وضعه. ثم الحليف محور المقاومة متردد وخائف، وبده يلقع على راسه، بده يشهد السقف على راسه، بده يكتفي ربما بالمراقبة والمشاغلة البسيطة. طيب، هذا هو الواقع المؤلم. كم ستقدم المقاومة من مقاربة في غزة؟ الميدان ربما يحسم الكثير، لكن عليك أن تدرك هذا الواقع بعيدا عن قصة منادات الأموات. النظام الرسمي العربي هو أقرب إلى الأموات، حاول تستنهضه تستنهضه تستنهضه، لن يفيق من ذلك. هسا الأردن شاعر بالخطر،
الأردن بيختلف عنهم، لاحظ أيمن الصفة دي، بسمح لبلينكن يختم المؤتمر، علق هو بقسوة وقال لا يجوز إنك تحكي، لا يجوز أن يقال حق الدفاع عن النفس في قتل أطفال. بمعنى اليوم كانت الأردن اليوم تشعر طيب بأنه يعني الدق وصل لرأسها، وبمعنى أن متضررين وما يجري في غزة أصبح يضر بمصالحنا الحيوية. والأردن اليوم ذلك يعني رغم خوف العرب يعني من كل هذا الضرر لا يعني لا يستخدمون كما قلنا أوراق ضغط، وبالتالي كأنه يعني خلاص القرار الأمريكي محسوم. لا، العرب مستسلمون للمسألة. طيب هذا الواقع. طيب أستاذ هشام، في ظل هذه المعطيات يعني سألتك قبل قليل ما السيناريو المتوقع؟ يعني يبدو أنها حسابات إذن من البداية كان يعني حساب خاطئ من حركة حماس. لا يا سيدي أبدا، هذا من التلبيس اللي بيحاولوا دائما المخذلين تلبيسه للحركة. أولا، حركة حماس عندما انطلقت في طوفان الأقصى لم انطلقت من خلال محور ولا أعلنت من خلال محور، وكان واضحا أنه هذا القرار قرار فلسطيني، قرار حمساوي خالص لم يتدخل به أحد، كان عبارة عن مرحلة من مراحل المقاومة المستمرة اللي بدأت منذ 75 سنة تطورت على مدى السنوات. المسألة الأخرى يا أخي، هذا العدوان الإسرائيلي صحيح وأنه قائم وقاسي وندفع له ثمنا باهظا من أولادنا ومن أبنائنا ومن عوائلنا، ولكن لا شك أيضا أننا نحقق على الأرض شيئا مهما. نحن في هذه المعركة أثبتنا لكل العالم ولكل العرب خصوصا بمؤسساتهم الرسمية وبأحزابهم وبجماعاتهم وبشعوبهم أن هذا الشعب، هذه الحكومة الصهيونية ليست حكومة من حديد وليست محصنة، بل من الممكن أن تهزم ومن الممكن أن نستطيع إذا اشتغلنا بشكل حقيقي واستراتيجي أن نتخلص من هذا الاحتلال وأن نجبر راعيه سواء الأمريكان أو الأوروبيين على أن يفكروا من جديد في مقاربة لحل ما هو والإنهاء الاحتلال. يا سيدي، لو فكر كل الشعوب المحتلة في العالم بنفس المنطق لما تحرر شعب، لو فكر الفيتناميون بهذا لما تحرر الفيتناميون، ولو فكر الجزائريون بهذا لما تحرروا، ولو فكر الروس كان طيب استسلموا في ستالينغراد ولينينغراد. المقصد معلش يعني المشكلة الظروف قد تختلف أستاذ هشام. المقصد اليوم الظروف لا تختلف. لا يعني كان مثلا أيام الحرب الباردة الظروف مختلفة، الآن مثلا على صحيح. على من تعول الفصائل الفلسطينية؟ هل هناك غطاء سياسي؟ الفلسطينية نحن نعول اليوم على ما أعددناه لهذه المعركة، على تضامن شعبنا الفلسطيني، على أن هذه الدماء قطعا اليوم سوف تحرك هذه الأمة. حتى الأنظمة، الأستاذ عمر تحدث عن النظام الأردني، صحيح أن وزير الخارجية الصفدي ختم لأنه شعر أن الدق واصل للأردن، تحدثوا عن الضفة لأنهم يخشوا من أن ما يحدث في غزة، والحديث عن التهجير في غزة هو الحديث عن التهجير في الضفة الذي تحدث عنه سموتريتش الذي رفع خريطة فلسطين أو خريطة الكيان الصهيوني شاملة الأردن. هذه الخشية يجب أن تكون موجودة في الأردن، ويجب أن تكون موجودة في لبنان، ويجب أن تكون موجودة في سوريا وفي مصر. ما هو مصنوع اليوم أن بعض الدول العربية مطلوب منها أكثر حتى إنسانيا. اليوم وزير الخارجية المصري موجود ونتحدث عن فتح المعبر، فتح المعبر الخجول الذي يتم وبقطارة إكراما لأمريكا وضغط أمريكا، يجب أن يتوقف اليوم ما يحدث. مصر قادرة وحدها أن تحدث فرقا عندما تقول نحن لا يجب أن نسمح بقتل. يا سيدي، نحن لا نريد للقسام المدد والموارد والإغاثة، نحن نريد لشعبنا. وهناك مؤسسات دولية موجودة على الأرض مثل الأونروا ومثل الصليب الأحمر، من الممكن من خلالها أن يتم هذا الترتيب، ترتيب إدخال الإغاثة وإغاثة الناس. هل معقول أن نقبل من بلينكن أن يقول أن الوقف العدوان سوف يعطي حماس فرصة، ونحن نرى المستشفيات واحدة تلو الأخرى تخرج من الخدمة بسبب نقص الوقود؟ أي كيف هذا الكلام ممكن أن نتعامل معه كشعب، كشعوب عربية ومسلمة، أو حتى كأنظمة أو حتى كبشر؟ لكن هذا هو واقع الحال. يعني أسأل أستاذ عمر، صحيح يعني طالما الأمور صحيح هكذا صحيح هذا واقع الحال في الأنظمة، ولكن هذا لا يمكن أن يستمر. طيب أيضا نحن عفوا بالكلمة، هذا العدوان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني أيضا هو يدفع ثمن. صحيح هم قد يعني اليوم يتحدثون أنها معركة مصيرية
لانه احنا هم يتحملوا ان يدفعوا الثمن، ولكن انا بقول لك لن يستطيعوا الاستمرار لانهم سوف يدفعون ثمن هم غير متخيلينه. طيب. واحنا بنتكلم عن يومين، عن عفوا اليومين الاخيرين او في المعركه هذه احنا قاعدين نتكلم عن خسائرهم تزداد تتضاعف كل يوم عن الاخر، لانهم يتقدمون من المناطق السكنيه. اليوم المعركه مصيريه، كما هي مصيريه لنا فهي مصيرية لهذا العدو الصهيوني. طيب أستاذ عمر، يعني الحديث عن ذلك، عن ما يجري وعن الخسائر، والحديث عن سيناريوهات ما بعد الحرب، يعني يوحي وكأنه الأمر محسوم، يعني الأمور ذاهبة لن تتوقف حتى يعني تحقق إسرائيل ما قالت إنه هدفها في البداية وهو القضاء على حماس، وأن الولايات المتحدة يعني تدعمها في هذا الخيار حتى النهاية. كيف يمكن إحداث إذن خرق ما من أجل الوصول إلى تسوية ما؟ يعني الخرق هو محتمل، وواحد منه اللي حكاه الأستاذ الكريم، جزء منه الصمود والكلفة العالية اللي ممكن المقاومة تدفعها للناس. هسا أنا بدي أتفق اتفاق كبير أن هناك مجتمع حاضن للمقاومة هو مجتمع غزة، يعني قوم جبارين، يعني قوم، يعني صعب أنك بعلم السيسيولوجيا في علم الأنثروبيولوجيا تجد مجتمع بهذه القوة وبهذه العزم وبهذا الإصرار يحمل المقاومة ويندمج معها، وكأن العلاقة بينهما وظيفية تكاملية، وهذا يساعد المقاومة بشكل كبير. ناهيك عن أن المقاومة مستعدة، المقاومة معبأة أيديولوجيا، المقاومة يعني شجاعة، كل هذه الظروف موجودة، لكن المحيط أصبح ملتبس. بمعنى يعني مثلا هذا القتل الموجود في غزة، العادة تقتل الإثارة زي ما صار بسوريا، صرنا نسمع مقتل صبا، يعني اليوم أنا يعني من باب ما جرى اليوم قصفت إحدى المستشفيات، فبيحكي واحد لواحد قديش قتل، قال له 12، قال له خلص بسيطة. بمعنى أصبحنا نألف مثل هذا الأرقام في الشهداء. لكن أنا مرة أخرى أقول أن الظرف الإقليمي، العزيمة الأمريكية الإسرائيلية هذه المرة مختلفة عن الوقائع السابقة. التعريف الأمريكي لصراع اليوم ولهذه الحرب مختلف، كذلك التعريف الإسرائيلي. لذلك علينا مرة أخرى أن نعدل الرهانات على كل الأدبيات السابقة المتعلقة بإحداث الخسائر وإلى آخره. تعريف إسرائيل لأن هذه الواقعة حرب يجعلنا نعدل تلك المعادلة، لكن في النهاية الهدف الكبير اللي وضعوه القضاء على حماس هذا مستحيل. كيف تقضي على حماس؟ حماس هي الشعب الفلسطيني في النهاية، وبالتالي المقاربة هذه تحتاج. لكن اليوم الأمريكان رايحين، أنا صراحة كنت متوقع يجي بلينك يمكن يعدل الأمور، يفرض هدنة، يتحدث مع الإسرائيليين بطريقة مختلفة. اليوم اللي حكاه بلينكن نفس اللي حكاه أول يومين لما إجا على الحرب، ذات الطريقة. بالعكس، هناك شدة وتعامل وغلظة في التعامل مع حماس بطريقة يعني أكثر قسوة. بالتالي هذه العزيمة تقلقني أنا شخصيا، لأني في النهاية أنا معني أن يبقى الفلسطيني قوي، وجزء من قوة الفلسطيني حماس، وجزء من قوة الفلسطيني غزة، يعني هذا من جزء من أصبحت قوة حقيقية. ولذلك هذا القلق هو اللازم تفكر فيه قيادة حماس، وأعتقد أنها قيادة خبيرة ومسيسة وعارفة ومدركة لكل هذه المعطيات. الواقع العربي ممكن مع الأيام يتغير، النظام الرسمي العربي محرج أمام شعوبه، محرج أمام يعني الأطفال، إضافة إلى كونه محرج أيضا يعني يمكن أن يتضرر الشهداء. يعني خصوصا الدول الجوار، يعني مصر في قضية التهجير متضررة في حال حصل، لا يفكر بذلك. موضوع الضفة، يعني أي اشتعال انفجار في الضفة ينعكس على الأردن، وبالتالي يعني يفترض أن هذا كمان يلعب دور، ويلعب دور أيضا بالنسبة للولايات المتحدة في تضرر مصالح حلفائها في المنطقة. احنا بالنسبة لنا يعني قصة الضفة مزعجتنا ومقلقتنا، وهناك في الأردن يعني قلق كبير عبرنا عنه بوضوح، ولكننا في المقابل نضغط بكل الاتجاهات بقول كل إمكاناتنا. لكن احنا بدون مركب عربي يحملنا جميعا لا نستطيع أن نقدم كأردن. اليوم حينما يتحدث بلينكن عن معبر رفح بأنه تنسيق مصري إسرائيلي أمريكي، يعني هذا يطرح أسئلة عن دور المنظومة العربية، لماذا لا يفتح معبر رفح؟ هذه يعني أسئلة اللي طرحها الأخ في الاستوديو صحيحة. لكن
ولكن هذا واقع النظام الرسمي العربي، تمر أزمات كبيرة فيغمض عينيه كأنه لا، يعني 4 مليون 3 مليون بيموتوا بسوريا وبالعراق، والنظام العربي يترك الآخرين هم الذين يديرون هذا المشهد، أصبحنا ملعب وليس لاعب. طيب. هذا الظرف الآن هو موجود بكثافة أمام ما يجري في غزة. اللي بتمناه أن الميدان يفرض وقف لإطلاق النار، الصمود ربما هو الذي يفرض وقف لإطلاق النار، لكن علينا أن ندرك أن هذا الإسرائيلي بالتحالف الأمريكي بالغطاء الأمريكي رايحين لمشروع أكثر من إنها قصة ثأر وقصة موقعة وقصة حادثة كما كانت في الـ14 وفي الـ12 وفي الـ 2008. المسألة تعريفها مختلف، والنظام الرسمي العربي يدرك ذلك، محرج صحيح لكنه في النهاية يقوم باحتواء جماهيره، هو يشتغل الآن على احتواء جماهيره باستثناء بعض الدول المتضررة كبيرا كالأردن. طيب أستاذ هشام، سؤال أخير، الآن ما الخيارات، ما السيناريوهات المتوقعة، وهل لدى يعني حماس القدرة على الدخول في مسار تفاوضي ما نتيجة الظروف على الأرض؟ هل يمكن لها أن تقدم تنازلات ما من أجل يعني ربما الوصول إلى صيغة يعني توقف هذه الحرب بطريقة أو بأخرى؟ يا سيدي، إحنا في البداية من المهم الإشارة إلى أنه هذا الهدف الصهيوني والأمريكي المعلن بالقضاء على حماس ليس جديدا، هم أعلنوا هذا في 2021 بعد سيف القدس وأعلنوه من قبل. القضاء على حركة حماس هذا شيء من أحلام الخيال بالنسبة لهذا الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني اليوم يعرف أن حماس تمثل طموحه وأماله بالحرية. هلأ لا شك أن هذه المعركة معركة صعبة، وكما هو مطلوب من حماس أن تبادر، وإحنا قدمنا في السياسة وإحنا قلنا كان في مبادرات وساطات عربية سواء قطرية مصرية في إطار موضوع الحديث عن الهدن المؤقتة من أجل إفراج عن أو إطلاق بعض المحتجزين المدنيين، ولكن للأسف الشديد حتى الوسطاء العرب لا يستطيعوا ضمان أي اتفاق بيمضي حتى على بالشكل المؤقت. يعني كان هناك اتفاق أن يكون هناك هدنة مؤقتة لإخراج خروج مزدوجي الجنسية وخروج الجرحى من مستشفى الشفاء ومن بعض المستشفيات باتجاه مصر، إلى أنه أيضا العدو الصهيوني لم يلتزم، فاضطرت الحركة إلى إيقاف هذا الاتفاق حتى واضح يعني أنه خروج. إذن المقصود اليوم أن الحديث عن تكتيكات والاتفاقات المؤقتة داخل في إدارة المعركة هذا شيء اليوم الكثير من الوسطاء يتدخلون فيه. السؤال الكبير يا أستاذي الكريم هو السؤال الذي يهرب منه الجميع، وهو سعي الشعب الفلسطيني نحو الحرية، هو مبتدأ وهو الخبر الذي يسعى له الشعب الفلسطيني. هشام قاسم، عضو قيادة حركة حماس في الخارج، كنت معنا من اسطنبول، ولعمر العياصي النائب في البرلمان الأردني من عمان، شكرا جزيلا. نتابع مشاهدينا حول التطورات الميدانية في غزة لكن بعد الفاصل.